لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والأجنبية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهيئة الناس رجوف جماهيري عن المشاركة في الانتخابات، وصناديق الاقتراع تغلق على نسبة مشاركة لا تتعدى 32% فقط. في صحيفة المدى، الاتفاق النووي مع إيران لم يمت رغم انسحاب واشنطن. في موقع كتابات مشاعر الإحباط تسودهم شباب العراق عازفون عن الانتخابات. في موقع الجزيرة نت، المتحدث باسم أحرار الشام: فاجأنا النظام غرب حلب. في صحيفة العربية الجديد، تأهب إسرائيلي على حدود غزة والقدس لمواجهة الغضب الفلسطيني. في القدس العربي، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بداية سلسلة جديدة من ألاعيب واشنطن في الشرق الأوسط. وفي صحيفة الحياة، ماكرون: فرنسا تدفع الثمن بالدم مرة أخرى. السلام عليكم. ما يثير السخط فعلا هو حجم الانتقادات للعملية السياسية من المشاركين في رسم سياسة الاحتلال منذ سنوات وما يعرف بالمعارضة العراقية، وبعضهم نواب في البرلمان أو جزء من السلطة والمغانم، وكأنما الجميع يتقاسمون منهج الميليشيات الذي صنع من العراق بؤرة لتصدير الإرهاب الإيراني إلى أمتنا العربية والعالم، بحسب الكاتب حامد الجيلاني في العرب اللندنية. الحد أو حتى الخيط الرفيع الفاصل بين العمالة للأجنبي والوطن الذي تعاقب عليه القوانين في الدول بأقصى العقوبات في حال تجاوزه وتصفه بالخيانة العظمى، لم يعد هذا الخيط الرفيع موجوداً في العراق، إذ لم تشهد المحاكم العراقية قضية واحدة تختص بالعمالة للأجنبي. خيانة الوطن في ظل حكومات الاحتلال لا تحتاج إلى محاكم، لأن المتهمين المشمولين بها هم كل من ساهم وشارك في جريمة استلام السلطة في العراق منذ الاحتلال، وكل من أعطى تبريراً سياسياً أو أمنياً لاستمرارها. في هذا النوع من جرائم الاستباحة الكبرى لا تنفع انتخابات برلمانية حتى لو كانت بنظم تقنية تمنع التزوير، لأن إفرازات الانتخابات في العراق لن تكون إلا وفق سياسات طويلة الأمد لن يقصر عمرها، إلا وضع عملية الاحتلالين الأمريكي والإيراني في مهب العواصف الدولية والمواتية الآن مع رياح الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وعصف الحرب على الإرهاب الإيراني. 4 أيام هزت العالم قبل الانتخابات في العراق، فهل سيقرر العراقيون في صناديق الانتخاب خارطة انسحابهم عن طريق إسقاط عملاء الاحتلال الإيراني في العراق، أم أنهم في انتظار بشائر نور المالكي بالحرب الأهلية؟ الانتخابات العراقية عزوف للناخبين وخروقات بالجملة، هكذا عنونت القدس العربي تقريرها، مضيفة أن مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في الساعة 6 بالتوقيت المحلي للعاصمة بغداد من مساء أمس، وذلك تمهيدا للشروع بعملية العد والفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية العراقية. إقبال الناخبين أكثر من 20 مليونا عن المشاركة في العمليات الانتخابية كان متباينا، لا سيما في بغداد التي سجلت نسبا دون المتوسطة للناخبين. مصادر متطابقة أخبرت القدس العربية أن مفوضية الانتخابات خصصت موقعا خاصا لتصويت الطبقة السياسية في فندق الرشيد وسط المنطقة الخضراء شديدة التحصين، حيث أدلى أغلب السياسيين وقادة الحشد بأصواتهم هناك. وبخلاف المعتاد، أدلى رئيس الوزراء زعيم قائمة النصر حيدر العبادي بصوته في أحد مراكز الاقتراع بمنطقة الكرادة وسط بغداد.
وهي المنطقة التي كان يسكن فيها مع عائلته قبل أن ينتقل إلى العيش في المنطقة الخضراء عام 2014. وظهر العبادي في مقطع مصور وهو يتسلم ورقة الاقتراع ويتلي بصوته قبل أن يظهر نتيجة تصويته لقائمته أمام الكاميرات، الأمر الذي يعد خرقاً لقانون الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي الذي دخل حيز التنفيذ منذ صباح الجمعة الماضي. على غرار ما شهده التصويت الخاص من خروقات تكرر الموقف في التصويت العام بعد أن شهدت عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد ومحافظات العراق الأخرى توقفاً في أجهزة التصويت وإغلاقاً لمراكز بأكملها. ويضيف الكاتب: يعد توقف عدد كبير من أجهزة التصويت المشكلة الأبرز التي شهدتها الانتخابات العراقية في عموم المناطق والمدن، الأمر الذي يهدد نزاهة العملية الانتخابية. لا أحد في العراق لا يتوقع أن تفي القوى العراقية بتلك التعهدات، فطبيعة تكوينها وافتقارها إلى التقاليد الحزبية وتورط معظمها باتفاقات سرية مع شركات ورجال أعمال شاركوا في تمويل حملاتها الانتخابية، إضافة إلى ارتباطها عمومياً بإيرادات دول أخرى، يجعل الحديث عن تغيير سياسي صالح فقط لمرحلة الترويج الانتخابي بحسب الكاتب مشرق عباس في صحيفة الحياة اللندنية. لكن أحداً في العراق لا يتوقع أن تفي القوى العراقية بتلك التعهدات، فطبيعة تكوينها وافتقارها إلى التقاليد الحزبية وتورط معظمها باتفاقات سرية مع شركات ورجال أعمال شاركوا في تمويل حملاتها الانتخابية، إضافة إلى ارتباطها عمومياً بإيرادات دول أخرى، يجعل الحديث عن تغيير سياسي صالحاً فقط لمرحلة الترويج الانتخابي. ستطالب الأحزاب العراقيين بالتعامل بواقعية مع قضية تشكيل الحكومة، وستصاعد لهجتها في لوم عجز الناخبين عن إنتاج كتلة كبيرة تكتسح الآخرين وتشكل حكومة أغلبية مريحة لا تحتاج إلى إبرام الصفقات، وربما تحملهم مسؤولية تحول السفير الإيراني في بغداد إلى راع رسمي أول للمفاوضات، يتبعه السفير الأمريكي وسفراء دول أخرى بدرجات متفاوتة. قد تربط شخصيات سياسية عراقية بين مطالبتها الشعب العراقي بأن يكون واقعياً في تمسكه بإنهاء نظام التنقيط وبين التصعيد الإقليمي والدولي ومعركة إيران مع خصومها، وربما تستعير مبدأ الدفاع عن الطائفة والمذهب لتبرير اللجوء إلى الخارج والتنكر لأصوات الناخبين العراقيين. ستطالب الأحزاب العراقيين التعامل بواقعية مع قضية تشكيل الحكومة، وستصعد لهجتها في لوم عجز الناخبين عن إنتاج كتلة كبيرة تكتسح الآخرين وتشكل حكومة أغلبية مريحة لا تحتاج إلى إبرام الصفقات، وربما تحملهم مسؤولية تحول السفير الإيراني في بغداد إلى راع رسمي أول للمفاوضات، يتبعه السفير الأمريكي وسفراء دول أخرى بدرجات متفاوتة. النكبة والجذور الفاشية للمشروع الصهيوني في الذكرى 70 للنكبة، وهي استطراد تصادف الذكرى 70 لإقامة الكيان الصهيوني الذي سوف ينقلب إلى دولة احتلال واستيطان وتمييز عنصري. ثمت حقائق يتوجب استذكارها على الدوام، ليس من زاوية المضامين الكارثية التي اقترنت بالنكبة وحاقت يوم ذاك بما يزيد عن 850 ألف فلسطيني، فهذه صارت أدبيات تاريخية راسخة ومفتوحة على المزيد من الفحص والتوثيق، بل من زاوية التجديد على ما يحتاج دائما إلى إعادة تجديد التراث الفاشي للصهيونية الذي يوجب أن يستولد الشخصية الفاشية المعاصرة لدولة الاحتلال بحسب ما كتب صبحي الحديدي في مقال له بصحيفة القدس العربي. وليس الحديث عن هذا التراث محض نزوع رغبوي من جهة معادية للكيان الصهيوني على طول الخط كما قد يفترض قائل، بل هو وجهة نظر باتت واسعة الانتشار لدى كتاب ومعلقين إسرائيليين وآخرين صهاينة. نعم، هنا وهناك في أوروبا وأمريكا باتوا يشفقون على المشروع الصهيوني العلماني والديمقراطي والمدني من مغبة الانحدار
إلى مستويات أكثر انحطاطاً في السلم الفاشي. وهكذا نقرأ معلقاً مثل جدعون ساميت يجزم بأن هذه الدولة تسير حثيثاً إلى أكثر السيناريوهات عنصرية وفاشية، وبالضبط إلى الحلول التي يطرحها اليمين الفرنسي المتطرف. ذاك الذي ينبغي أن تمقته الصهيونية أكثر من أي فرنسي آخر، لا لشيء إلا لأن الإسرائيليين على يقين تام من أنه يمقتهم أكثر من أي مجموعة بشرية أخرى على وجه الأرض. ليست دورة الزمان طويلة بين عشرينات القرن الماضي حين تماهت الصهيونية مع الفاشية والنازية معا، والعقود الأولى من هذا القرن حين تقول استطلاعات الرأي إن غالبية 46% من الإسرائيليين يقرون ما كان إخميئير نفسه يتحرج من إعلانه، أي تنظيم ترانسفير جديد وطرد قرابة مليوني عربي فلسطيني خارج أراضي 48، وذلك لأن جذور المشروع الصهيوني لم تضرب أصلا إلا في تربة كهذه فاشية واستيطانية وعنصرية. كتب كريستوفر مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في موقع الجزيرة نت مقالا يسأل فيه عن توقعات اللقاء بين ترامب وكيم زعيم كوريا الشمالية، فرغم شعاع الأمل النابع من شبه الجزيرة فإن ترامب ربما يندم على احتلال مركز الصدارة في هذه القضية، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد قمته مع كيم. وفي التحضير لهذا الحدث الذي من المقرر مبدئيا أن ينعقد في أواخر أيار مايو أو أوائل حزيران يونيو القادمين، من المرجح أن يتجنب ترامب قراءة نصائح الخبراء أو الاستماع إليها، وسيحيط نفسه بمعلومات متضاربة. من جانبه لن يستوعب ترامب أي شيء يتسم بالتدرج، وذلك سيسعى لسلوك طرق مختصرة لتحقيق شيء أشبه بهدفه المعلن، ولأنه انتقد سابقا القواعد الأمريكية الأمامية فربما يقترح لفتة درامية لإثبات أن أمريكا لا تعتزم استخدام قواتها في كوريا الجنوبية ضد الشمال. وبدوره سيبدي كيم الاهتمام بلا أدنى شك، بل إنه ربما يوافق حتى على مصافحة ترامب في إشارة إلى قبول شيء على غرار نزع الأسلحة النووية في مقابل سحب القوات الأمريكية، لكنه سيظل يلتمس المزيد من الوقت. ربما يثير ترامب أيضا قضية المواطنين الأمريكيين المحتجزين حاليا في سجون كوريا الشمالية، وقد يرد كيم بأن تأمين إطلاق سراح أي سجين أمر صعب نظرا لاستقلال السلطة القضائية في كوريا الشمالية، لكنه سيقدم نفسه بوصفه رجلا محبا للإنسانية وعلى استعداد لبذل كل ما في إمكانه للمساعدة. في أفضل تقدير لن تنتج قمة ترامب وكيم سوى المزيد من الصيغ الغامضة لما يمكن تحقيقه عبر المزيد من المحادثات، وعلى سبيل استعراض مدى غموض مثل هذه التصريحات الدبلوماسية وافتقارها إلى الدقة، لنتأمل البيان المشترك الصادر عن مون وكيم بعد قمتهما الثنائية، والذي زعما فيه أنهما يتشاركان حلم شبه الجزيرة الكورية الخالية من الأسلحة النووية. قالت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا إنها تبحث إمكانية استخدام الحدائق في الفضاء لتوفير الأجواء الملائمة لرواد الفضاء لتمكينهم من التركيز في المهمات الأخرى.
يقول الباحثون في الوكالة إن رواد الفضاء يميلون إلى النباتات لأنها تساعدهم في الحفاظ على اتصالهم مع الأرض، بالإضافة إلى فوائدها النفسية لهم. وإلى جانب ذلك، هذا المشروع دشنت ناسا هذا الأسبوع برنامجها لاستكشاف أعماق كوكب المريخ بحثاً عن معلومات بشأن تشكل الكوكب الأحمر. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. إلى اللقاء.